طريق الكابتن سعود كريري. كابتن سعود هارد لك، واعتقد انه هارد لك السنه هذه كثيره بالنسبه لكم كانت. الحمد لله على كل حال، هذه كره القدم وهذا وضعنا الفتره هذه، وان شاء الله الازمه تعدي ان شاء الله. نقول الازمه هي نفسيه بالنسبه للاعبين ام مشاكل اخرى سعود؟ والله ايش اقول لك، يعني مرينا احنا بظروف السنه هذه، ممكن سوء اعداد اتكلم معك اياها بصراحه. الاشياء اللي قاعده تصير مو الفتره هذه، من فتره طويله قاعدين نعاني منها وترتبت علينا الفتره هذه، وان شاء الله نقول ان شاء الله الجاي افضل وافضل ان شاء الله. ايش تحملني بس ابغاك تحدد لي الشيء مثلا هذه التراكمات صار شيء واحد بس مثلا. حتى لو في اشياء احنا نحلها داخل بيت الاتحادي، مو بلازم انها تطلع في الاعلام، وان شاء الله رجال الاتحاد قادرين انهم يوقفون معنا ويحلون الازمه هذه اللي حاصله الفريق. هم زي ما نقول يمكن سوء طالع، يعني مو بالازمه الكبيره، وفتره انتقاليه الفريق الحين، وان شاء الله نقول جاي افضل باذن الله. خيرا على مستواك الشخصي، اسمح لي بهذا السؤال. تسربت خلال الايام الماضيه ان سعود كريري يرغب في الرحيل من نادي الاتحاد، ليس لسوء وضع الاتحاد الفني، ولكن سعود كريري يرى انه لن يقدم اكثر مما قدم في نادي الاتحاد، ويرى ان يتاح له الفرصه في الرحيل، واداره الاتحاد ابدت الموافقه لمثل هذا الرحيل. من اللي قالك؟ من داخل؟ لا ما قال لي من داخل. طيب شلون خلينا نقول مصدر. ها؟ قول مصدر. المصادر هذه ما تقدر تأكد الشيء هذا او تنفي. انا عقدي ساري مع نادي الاتحاد، ملزم بعقد مع الاتحاد، ولا قوي للفتره الاخيره في الصحف وفي المواقع الالكترونيه الكلام كثير، بس ما في شيء من هذا القبيل، وامري عادي مع الاتحاد، انا لاعب محترف عليه واجبات. طلبت رحيل نادي الاتحاد؟ ابدا ابدا ابدا، الامور هذه ما فيها شيء، وحتى لو فكرت اني انا اطلب رحيل او اني اشتري فتره عقدي، انا لاعب محترف والاحتراف يسمح لي اني اقدر اشتري عقدي اذا ما خاب ظني في الفتره هذه. اتخذت السؤال. بس إن انا لاعب محترف ملزم بعقد مع الاتحاد وعليه واجبات، لازم اني اقدم كل اللي اقدر عليه مع الاتحاد طول فتره عقدي وسابق للشيء هذا. الفتره المتبقيه تشتريها يا سعود؟ والله انا زي ما قلت لك، انا عقدي لسه مع نادي الاتحاد، والامور هذه كلها اشياء مطالعه في الصحف وما في اي شيء من القبيل هذا. يعطيك الف التوفيق، شكرا لتواجدك معنا. يعطيك العافيه حبيب قلبي، تسلم. شكرا للكابتن سعود كريري، مباشره في الجانب الاخر مع زميلي عمار. الكلمه تفضل عمار. يعطيك العافيه رياض. نجم يمكن كان يتمنى انه يكون ظهور مع الاتحاد في اوقات افضل من كذا، اكيد هتان باهبري. مباراه لا جديده، الاتحاد يخسر، يمكن سادس او سابع خساره الاتحاد الموسم هذا، لكن يعني انت جالس الفريق، ايش الشيء اللي ليش الفوز مش راضي يجي معاكم؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. العذر سموح من الجمهور، انا يعني جمهور اليوم ما قصر والله، مع يعني مع النتائج هذه في الفتره اللي فاتت هذه السيئه، لكن جمهور اليوم ما يعني ما قصر، واتاسف لهم نيابه عني وعن زملائي اللاعبين الجهاز الفني والاداري. لكن والله شوف، يعني زي ما قلت لك، يعني هذا طبعا بالذات يعني الفترات هذه اللي قاعدين نحل فيها احنا الجمهور اللعيبه، يعني هذه وارده على كل الفرق الكبيره، فاهم كيف؟ يعني اكيد يعني راح يعني زي فريق كبير زي نادي الاتحاد اكيد راح يمر على هذه يعني على هذه الظروف، طبعا مو بس احنا، في كذا نادي يعني كبير حصل لهم هذه الظروف، لكن تقدر تقول ما في توفيق، يعني ما اقول لك انه من اللعيبه وتقصير من الاداره ومن الجهاز الفني واللعيبه، لكن ما في توفيق. بتشوف احنا بنلعب ذكي بس انه ما في توفيق. انت من اهم العناصر اللي يطالب بها الجمهور ويطالب بنقطه الاحلال والعناصر الشابه، انت يا حيدة غريري وعمر السلطان مع الخضري ابو سبعان، الامور انهم يطالبوا بكم، اول شيء هل شكل عليكم ضغط؟ وهل انتم جاهزين انكم تكونوا كلكم اساسيين في هذه الفتره؟ والله شوف، احنا طبعا احنا بالذات اللعيبه اللي معايا يعني الشباب، يعني كلنا يعني لعبنا دورات، يعني لعبنا دورات اسيويه عالميه، بنشارك خليجيه عربيه بنشارك، فاكيد يعني عندنا الخبره، لكن مو هذيك يعني مو الخبره الكافيه، لكن باذن الله مع المباريات مع المشاركات يعني ان شاء الله باذن الله نقدر نقدم اشياء طيبه، ونقدر نعوض الجمهور هذا بالذات الفتره هذه، كان ودي ان نقدم مستويات طيبه علشان اكثر الطلاب، يعني كان ودي اننا فاهم كيف يعني نعوضهم، يعني في بعض الطلاب يروح الاختبارات هم زعلانين، وانا ودي إن طالب ولا لا؟ انا خلصت انا إيه، بس اول سنه جامعيه. طيب اخر سؤال، ابرز توجيهات المدرب كانت وانت لحظه دخولك الملعب؟ والله كان يقول لي يعني ابغاك تقدم نفسك وتبين للجمهور انه يعني اللعيبه الشباب كيف عندنا انهم كويسين وزي كذا، وكان يقول لي تحرك، لكن ان شاء الله باذن الله اقول للجمهور يعني لا تنسون من دعواتكم وحضوركم في التمارين، شجعونا في التمارين، نقدر احنا نديكم في المباريات، وان شاء الله ربنا نقدر نعوضهم ان شاء الله. يعطيك العافيه هتان، شكرا هتان باهبري.